مرحبا بحضرتك مرة أخرى. طبعا مباشرة يسألون الجمهور عن ماذا في جعبة المرشح من برامج سياسية لموضوعة هذه الحلقة المتعلقة بالأسرة والطفل العراقية. طبعا احنا هاي صار 14 سنة دا يعاني المجتمع العراقي من انهيار كبير بجانب الأسري بسبب تفكك الأسر، زيادة حالات الطلاق. يعني نلاحظ انه حتى مثلا الاطفال اللي يتسربون من المدارس، زياده عدد الاطفال المتسربين من المدارس اللي اهلهم بيزجوهم للعمل باعمال صعبه وشاقه بغرض توفير رقمه العيش، هاي كل الامور ادت الى اضعاف المجتمع العراقي، تشتت الاسره الواحده وابتعادها عن بعضها حتى بسبب التكنولوجيا الحديثه، ابتعاد الاشقاء عن بعضهم وكذا، هاي كلها امور اثرت في بناء المجتمع العراقي. ان شاء الله في الفتره القادمه بدي ننظر الى هذه الامور بجديه اكبر، لانه احنا اذا اردنا نعيد بناء العراق ونعيد يعني اعمار العراق ورجوعه الى الوضع الطبيعي، يجب ان يكون بدايه عملنا من الاسره. الاسره هي نواه المجتمع الحقيقي. طيب شلون؟ اولا احنا نلاحظ بهاي الفتره زياده عدد حالات الطلاق بشكل كبير جدا. حالات الطلاق اللي تصير اغلبها تكون عند طيب لا عفوا، هذه الان شخصناها بالبدايه. نعم. عرفنا اكو حالات طلاق بطريقه بشعه جدا. تمام. اكو تسرب للطلبة مدارسهم. أنا أسأل عن المعالجات، أنت رحتي عضوة مجلس النواب. نعم. شو راح تسوين للأسرة والطفل؟ أولا بالنسبة لموضوع زيادة حالات الطلاق، فإحنا نحاول يعني نتواصل مع رجال الدين اللي مسؤولين عن هذه الأمور، اللي هي الجانب خلينا نقول التشريعي، لأن إحنا حاليا يصير عندنا حالات الطلاق خارج المحاكم أغلب أكثر مما داخل المحاكم. طيب. فنحاول نفعل دور الباحث الاجتماعي بمجال حالات الطلاق، مثلا إنه مثلا إذا الشخص أجد يريد يطلق زوجته، حتى من يكون ذاهب إلى شيخ أو سيد حتى يؤدي يعني يكمل موضوع الطلاق، المفروض يتم تحويله الى باحث اجتماعي، او نفس الشيخ يكون يعني هو في محاوله الى اصلاح ذات البين بين الاشخاص المتنازعين. اللي يصير اليوم انه مباشره دا يطلقهم ويبقى القرار الطلاق بيد الشخص مده 3 أشهر، بعدها يذهب الى اي محكمه القاضي. إذن الباحث الاجتماعي، الباحث الاجتماعي دوره جدا. الثاني المعالجه الاخرى، المعالجه الاخرى بالنسبه للاطفال المتسربين، احنا عندنا عدد هائل من الاطفال اللي هم اولاد العوائل النازحه والمهجرين وكذا، وبكل دول العالم بوقت الشده وبوقت المصاعب يعني يلتفتون لجانب الاطفال، فاحنا لازم نشتغل على الاطفال النازحين بالمخيمات والاطفال اللي بالشارع اللي يشتغلون بالاشغال الصعبه. نحاول انه مثلا يكون لهم فدراتب معين يعينهم بالحياه حتى اهلهم لا يضطرون انه طيب يخلوه يطلع للشارع. إذن يشتغل. راتب للطفل، راتب للطفل.